مين يكونوا مع المغاربه اخا يخليكم في الميريكان خليكم مزيانه صوره زوينه خليكم في الميريكان يطندق ضد اي عدو فقط كيتسناو اشاره من المغاربه يعني قال لك يكونوا معنا ضد اي عدو كيتسناو اشاره من المغاربه وشفت قال لك في الباسهم حاطين علم المغرب وعلم امريكا مصيبه هذه الافارقه قال لك ان بلاصتنا اوروبا والموريش قال له ان وطنهم الام هو المغرب احلام العصر المهم هذا ما مفهوميش صراحه ولكن ما بغاو ما قال لك سيدي مغاربه اونلي بيبل نو الرايه المغربي وات ا ترو مورش امريكان لوكس لايك مكملين اسيدي مكملين قال لك انا قتوع السيده ايطاليه تسعينيه بالجبادور المغربي صراحه جات مهيبه قال لك ايطاليا بالجبادور المغربي كيجي غزال وانيخ وهما وشان ولكن علاش ما بقيناش حنا المغربيات المهم تيهضروا على المغربيه اللي كاتبه التعليق كلبسه بزاف ولينا عطينا غير الجلابه خصنا نرجعوا ليه وتبقى الامبراطور المغربي استثناء وديما ديما مغرب ديما تنقولها الامبراطوريه المملكه المغربيه الشريفه استثناء وديما ديما مغرب الله الوطن الملك رجعوا للجبادور رجعوا للجبادور ما تفلتوش الرجال حقابتين في الجبادور ديالهم اه العيالات صراحه ما بقاوش يلبسوا الجبادورات ديالهم كاع وغزال مهيب والله الا مهيب رجعوا ليه ما معليتاش ان الجلابه اللي ولات موضه دائمه ما هي ديما كانت موضه ولات دابا موضه تقريبا ديما كلشي لابس الجلابه هضر الجلابات العصريه جميله جدا بيان سور وكلشي مغربي ولكن الجبادور تا غزال ما تنساوش انا لا تقناويت الحمد لله انا غادي يكون شحال واحد سمع عليه هاد السيد هذا واحد الامام عراقي ولا شيخ عراقي كان هضر على المغاربه في واحد الفيديو انهم افضل الناس تعامل معهم ناضوا ليه الجزائريين تفرقعوا عليه ها هو تيجاوبهم ولكن بنخلي هذا الفيديو حتى الفيديو الجاي باش نهضروا عليه مزيان دابا بغينا نهضر على واحد النقيطه كوميك مصري مازال تيقلبوا علينا قالك هاتوا لنا المغرب راه غنشدوهم دابا غادي نعذبوهم مش هذاك المغرب ديال شحال هادي كيدير لنا داكشي قلبه الا مركبين نفس شي بيد الغفله ولا دابا اللاعبين كاملين عارفينهم شنو كتسوى مصر غير بكايا غنعطيهم شي قتله دلعصا الكوميكا فصل الهضره المهم انهم تيقلبوا علينا واحد الصحفي هو بين نكمل مع هاد النقطه هادي اللي هي سياسيه ولا بليتو داخله بيان سور سياسيا ان واحد المغربيه صحفيه مغربيه سميتها شي دنيا ياك خدامه فرونس 24 المهم شي حاجه ما بيناش مزيان دابا هي تدخل ديما في وحلات كاع قناه في تيك توك وتدير فيهم ديما نقاشات تدخل هي في النقاشات ديما السياسيه ما بين المغرب والجزائر وحلات قناة في تيك توك تتهضر على المغرب والجزائر المهم هي نورمالمون مغربية ولكن الموقف ديالها من الصحراء المغربية ما دابتش شي حاجة ماشي هي هذيك ما عمرها ما تبيت تبين ولا تخرج ديما تدير فيها محايدة وبيان سور هاد الاقتناط ما عجبتش المغاربة جدا حيت ما كاينلاش الملك ديالنا قال لك نحن نرى بأعين الصحراء يعني ما تجيش تقول لي محايد كيفاش محايد انت دونك ما مغربيش الا كنتي محايد لي ديالك ديالك هادشي ما فيهش المحايده لكن تبي تكون محايد باش ترضي واحد اخر راك ما مغربيش غنسمعوا الفيديو يا مغربيه اللي كاينه في فرنسا 24 هذه اللي الاسم ديالها دنيا نوار كنعرفوها هذه دايره واحد التصريحات غريبه جدا فرحانه قالت لك بانها مشات للجزائر وهذا شغلها دير زياره للجزائر تمشي للجزائر وتشوف ما بغات وبانها جلست 10 ايام
وبانهم الجزائريين قالوا لها نحييك على الشجاعه ديالك وانت مغربيه وقررتي زياره الجزائر. دابا هنا هادو اللي قالوا لك هاد القضيه ما عارفينش بانهم كيسبوا روسهم بعدا كيسبوا روسهم وكيبيعوها العجل. ثم دخلت دايره تصريح لواحد المواقع جزائريه كتقول لهم لا انا ما نقولش صحراء مغربيه. تي دابا اولا شكونتي وقولي اللي بغيتي. حنا راه ما كنعيبوش على بعض المرات المسائل اللي كتقولي، كنعيبو ملي كتكوني كديري حوار بين طرفين كيكون واحد مغربي كتمشي تي مع الجزائري. حنا كنطلبو غير ملي كتكوني في حوار ديري المهنيه، لان ما كتعرفيش المهنيه. فرحانه كتقول لك لا انا ما غنقولش هذه القضيه هذه، ولا من كتقول المواقع الجزائريه اخطر من هذا. وهذو ناس خصو يتقراو سيكولوجيا نفسيا. اخطر من هذا شي حاجه اللي هي مغربيه كتقول لهم البلوزه الوجديه اللي كنعرفوا البلوزه الوجديه كتقول لهم راه وهرانيه تبيع باتي شوبي باتي كلشي دابا دي بعت كلشي. وكتقول واحد القضيه كتقول لهم بانت بان العلاقات كاينه، العلاقات ديال الشعوب اللي على الحدود، كاين الشعوب اللي على الحدود وكاين الشعوب اللي على البحر وكاين الشعوب اللي الوسط وكاين الشعوب اللي القمر. كيفاش تثبتي شويه راك صاحبي. غير واحد السؤال هاد السيده هادي هنايا، انا بغيت نعرف واحد الظاهره نفسيه خاصها تقرا بزاف ديال هاد الظاهره اللي كنشوفوا واحد المجموعه ملي كتمشي وكتولي انك خاصك تدوش شي اشارات تسيء الى بلدك. ترى في نهايه المطاف كاين شي حاجه سميتها الوطن. ولو نكون مختلف مع كل شيء ولكن كاين شي حاجه سميتها الوطن، كاين شي حاجه سميتها الوطن وكاين الدوله. مع الاسف واحد المجموعه ما قارينش كاين شي حاجه كنشد فيها انا في الدوله، وكيمكن ليا انا وسط الدوله يمكن ليا نختلف مع هذا ونختلف مع هذا، ولكن هنا لان ملي كتهضر بهذه الطريقه الاخر كيحقرك انت كيقول لك هذا شوف. لان هاد السيده هادي راه كاين قدامها، ها هي قدامها خديجه بن قنة كتدير جميع الطرق باش انها سميتو انها تسيء الى الـ الى الـ الى المغرب، كتدافع على الـ على الـ على الكابرانس وعلى الجزائر. ايه وانتوما هذا سؤال جي فرحانه وكتقول مشيت ودخلت في وانا دخلت في الحدود وكاين الختم ديال الجزائر وتا واحد ما هضر معايا، شكون اللي هضر معايا؟ سيري حتى للمريخ. ولكن هنا واحد السؤال، هادوك الجزائريين كيفاش كيشوفوك انت؟ ملي كيفاش كيشوف ملي كي واحد كيهضر معاك تقول لا انا ما نقولش الصحراء المغربيه. قولي ولا ما تقوليش، ولكن هو كيفاش كيشوف هو تما؟ هذا راه ظاهره، الظواهر خصهم يتقراو، هادو خصهم واحد النقاش سيكولوجي ماشي على اللي كان هنا في المغرب. اما وقع عليه شي حاجه مع شي حد، يقدر يضرب مع شي واحد في الدرب مشى طالع عليه الدم، واما انه جروا عليه من شي ماستر ولا ما عطاوش يدير كيمشي يولي معارض ويسيء للبلد. خصها تقرا ظواهر، خصها تقرا سيكولوجيا، لان في نهايه المطاف الواحد كيحكم عليك باش كيحكم عليك من خلال الانتماء ديالك لبلادك. واحد المساله اللي كنت تعلمتها انا لما مشيت برا كيقول لك اللي ما فيش كيقولوها، كيقول لك هما عندهم واحد القاعده، الا تعامل معك ولقاك تسيء يسيئون الى بلدهم. هذوك الناس كيسيئوا لبلادهم كيقولوا اخرى ما كيعطيوش اعتبار، لان خصك تبقى شاد في بلادك لان بلادك هي الاساس. كيقول لك اللي ما فيش الخير في بلاده ما عمره غيكون فيه الخير في بلدان الناس، هذه كي معروفه. اذا هاد الطاقم اللي كاين في فرنسا 24 ادلج هاد السيده هذه ودفعها في واحد الاتجاه وغتخرج. ثانيا راه ما دورتي كديري برامج صافي، ماشي شي واحد كيدير برامج يقول لك انا راه مثقف وغنغير العالم وكذا. راه انتم كتبقى المعرفه ديالكم على قد الحال، تحت فرصه مشيتي تما، ولكن الواحد يفهم فين كيحط رجلو، يفهم فين كيحط رجلو. قولي الصحراء المغربيه ولا قولي اللي بغيتي، انت كديري منبر للجزائريين كتهضري معاهم تما، يمكن لك تمشي في الصف، يمكن لك تمشي، ولكن هما النظره ديالهم كي دايره، لانهم عندهم علاش هما هذوك المجموعه اللي معاك في فرنسا 24 شادين في سميتو تما خدامين، وانت كتروجي خطاب اخر وفرحانه وكتجي انا مشيت 10 ايام ورحبوا بيا. ايه لا انا نقول لك واحد القضيه وراه كيعرفوها الناس اللي كينزل في الجزائر، نعاود نقولها كيحس بالكآبه هذيك البلاد. راه نعاود نقولها البلاد ديال الكبرانات،
كحلة وطريقهم كحلة مسخيط الوالدين، خاصة ديك البلاد توسخ الفوتو هذا الموضوع هذا. إذا بغات ترد علينا مرحبا، ما كاينش إشكال تقول لك أنا كاين باش كنتاقدو حنا تعليق على داك الشيء اللي قلتي. حتى شي حاجة اللي هي لباس مغربي عطيتيه للجزائر. كاينة واحد المسألة كما شفتوا الحوار طويل على السيدة هذه، ولكن ما معنيتهاش أنها المهم ما بغيتش ندخل مثلا باش ندخل في التفاصيل تاع الناس نهضر عليهم ولا هذا، ولكن ما كاينلاش شي حوايج ديما تنقول ما كاينلاش، ولكن الناس واخا هكا تيديروا تيصحوا فيهم على حساب عوامل تيكون داخله في بحال الخدمه بحال شحال من حاجه بحال الناس لونطوغاج اللي داير بيك ما عرفتش. المهم هادو تيتسموا اخطاء مهنيه واخطاء وطنيه، حيت اللي واضح من الاخر باش ما نمشي الكريدي باش تقط بغيت نسد الموضوع باش ندوز لهاد الخيط. هادو فيديوهات واحد جوج فيديوهات زوينين عجبوني وبغيت نسالي بهم هاد الفيديو. الاول على الاب والثاني على الجد، شوفوا معايا هاد الاول الاب فيديوهات قصار جدا الفهم هادي فهم كلشي هادي فهم الحمد لله. عملتي كريدي باش تقريني تعقلنا على عملتي كريدي باش تقريني شحال بقيتي كتخلص من عام داك الكريدي؟ 6 سنين انت كتخلص عمرك با ما جبتي لي داك الشيء اللي عملتي من اجلي. عملته حب كلشي الى كل المغاربه بواتنا اغلبيتهم بحال هكا لا اله الا الله اللي عنده بار الله يخليه له واللي مات الله يرحمه الله يوسع عليه وعلى حسين وعلى جميع المسلمين وجميع امواتنا المسلمين. نساليو بهذا الفيديو اخر اللي هي نصيحه زوينه من واحد السيد من واحد الجد، ماشي جد هذا راه جد الجد معمر مغربي ما شاء الله. اسمعوا معايا النصيحه اللي عطاه. حسين عنده 113 عام عمي حسين بغيت منك شي نصيحة للشباب. إيه الشباب؟ ياه تقرا تزاف سورة الإخلاص. سورة الإخلاص؟ سورة الإخلاص مع البسملة صافي. أكسرها بي. صافي هذه صافي. بارك الله فيك. سورة الإخلاص دائما. أكسر بي صحتك. سورة الغني سورة الحسنى. أكسرها بي. 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 ما شاء الله لا السيد هادو 100 مرة في الصباح و 100 مرة في العشية في الليل زعما سورة الإخلاص بسم الله الرحمن الرحيم معها البسملة معها صافي هادشي اللي قال. ولا الله نساليو هاد الفيديو نتلاقاو في الفيديوهات الجايين. خليناكم على خير.